عندنا تدشن على اساس انه حي صناعي، على اساس انه منطقه صناعيه، غيستوعب واحد العديد من الشباب اللي غادي استثمارات وشباب تشغيل الشباب. فاذا بنا انا درت واحد الزياره ميدانيه الاسبوع اللي فات، بصراحه ممكن يمشي انه داكشي فعلي، لو ان كان داكشي فعلا داك الدائرات داك لي زونتوراج اندستريال اللي عندنا تما، لو انهم تفعلوا باستخدموا راه غادي ننافسوا الدار البيضاء اللي هي عاصمه اقتصاديه. راه دائرات قدوم قداش راكم كتشوفوهم، انا بعدا تخلع في داك النهار يعني كنت نسمع بهم لكن ماشي بحال اللي شفتوهم. راه دائرات شادين واحد المساحات شاسعه، فين يديروا ما يخدموناش غير الشباب ديالنا، يخدموا الشباب ديال الجهه كامله، يعني يستوعب الشباب ديال الجهه كامله. كيفاش ان ناس شراو دائرات مساحات على اساس انهم يدير فيها استثمار، شراوهم دارتهم معاهم، داروا معاهم تسهيلات ما بين 40 درهم حتى 400 درهم، باردون ما بين 20 درهم حتى 40 درهم للمتر كاري. فاذا بهم حولوهم مناطق سكنيه، دائرات صناعيه تحولوا لمناطق سكنيه. وكاين واحد هنا بعدا واحد من الاعضاء المجالس السابقه كان ساب من واحد الدائره ب 40 درهم للمتر كاري، المهم دور عليها الحيط الى اخره باش يضمن انها تكون ديالو، باعها مؤخرا ب 780 مليون، تقامت عليه تقريبا ب 150 مليون ولا ما واصلش، وباع ب 780 مليون على اساس انها تباع انها تجزء سكن في الراج المنطقه الصناعيه. اللي دور شي دايره شي اونتوراج اندستريال تما دلعوه بير، طلعوا الخيوط داير فيها شي ماتيريال شي تراكتور مصديه ولا شي، المهم شي حاجه تما مبلعين عليها. وهاد الشباب فين غادي يمشي؟ نلوحوهم للبحر؟ شيء اخر ياك منطقه صناعيه كاينه منطقه وحده ياك ارض وحده هذيك، هادشي اللي انا عارفه. كيفاش ان داك المنطقه الصناعيه بعض الدائرات تحفظوا داروا لهم تيتر، وبعض شي وحدين اللي خدامين بصح مشاو يديروا التيتر ما خلاوهمش؟ ما انا ما فهمتش، يعني كنبغي نتغابى شي بعد مرات باش نقنع راسي بشي حوايج. كيفاش ان واحد انا مثلا عندي دائره هنا غادي نحفظ دير التيتر للدائره ديالي، واحد حدايا هنا مشى يدير وهو خدمها مشى يدير التيتر قالوا له لا ما راه التيتر ما وصلش، قلت له ما يمكنش دير التيتر. السلطات الوصيه واش ما كتشوفش هاد الحوايج؟ يعني الا مشينا مثلا القانون 111 14 القانون ديال مجلس الجمال المجلس الجهوي من 128 حتى 132 كيهضر على الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع، كيهضر لنا على اللجنه اللي كتديرها لجنه الاشراف والمراقبه تحت رئاسه رئيس مجلس الجهه. واش هادو ما كيشوفوش؟ واش ما عندهمش اخبار بهذا الشيء اللي عندنا حنا الوالد الجهه؟ احنا حسيدي ما نهضروش على المجلس الجهوي لا الجماعي، ما نهضروش على العامل، نهضروا على الجهه. واش ما عندهمش اخبار ديال الشيء اللي كيوقع لنا في رماد اللجان في رماد المراقبه؟ لو ان تفعل هذا الحي الصناعي عندنا راه غادي نرتاحوا من تشغيل الشباب، والملف هذا الملف غادي يتفتح كنوعدكم غادي يتفتح. هذا باش هذا كيما عنده الرسم العقاري، عنده التيتر جلوبال ديال الدوله، التيتر ديالو 1965 على جوج بلاد مدور، الا جبنا الشهاده من المحافظه غادي نلقاوه في سميت الدوله المغربيه. دارت المنطقه ديال الصناعيه وكانت تجربه باش المنطقه ديال تاوليت تهبطوا استثمار، خصوصا تاوليت معروفه بالصناعه الغذائيه لاكرو اليمونتير، وتعطات فاش توزع الحي الصناعي توزع بدون معايير غير بلا كارت ناسيونال. نورمال وقت يكون كنا تحملات، لان هو العقد بين الاداره وبين المستفيد. وكاين دابا حتى في الميثاق تاع الاستثمار، بمعنى ما كتعطيش لواحد واحد المساحه، كتعطي له المساحه على حسب المشروع، لان كاين مشاريع صناعيه ولا فلاحيه ولا تجاريه ولا كتعطيه، كاين اللي كتعطيه على حسب المشروع. تقدر تعطيه واحد غادي يدير مشروع ما غاديش يعطيه نص هكتار، والدوله كتحمل التكاليف والتجهيزات، كتعطي له هذاك كيتسمى هذاك التحفيز. والتعطات ما تفرقتش يا استاذ ب 20 درهم، تفرقت ب 40 درهم بين 40 درهم لا 40 درهم تفرق الحي الصناعي. كاين واحد كاين ناس كانوا شراوها بقل من 40 درهم، هذوك اللي وقت كان يتباع 900 درهم شراها ب 40 درهم. هذا غير باش نعطيك، هذا كانت واحد الحي تبنى فوضى قبل
كتبنا واحد الحفوظه راه قبل المحجز لهنا، وراه لحد الان فيه 4 ولا 6 الخرائط، وفرقوا واحد المجزئ اللي كان برلماني اللي البرلماني حنا كنصيفطوهم باش يديروا النفوذ ويبقاو يديروا النظر ويفرقوا علينا بحال ماروخه، يدي هذا الفرق النمط ويبيعوها لنا، راه كارثه لان هذا بعد المشكل ديال واحد الاخر خصكم تفتحوا فيه، هذا هو النقطه الحارقه في المدينه اللي الناس عليه غادي يتبنى. الحي الصناعي خص دابا على الاقل دابا الناس اللي بنات تما، لان القانون ديال التعمير ما فيش تقادم جاري ديال التعمير، نورمالمون خص ندير رجلهم ونفوتوا لونتوراج وحده بوحده. هاد الناس بعد هذوك لي زونتوراج اللي بناو، واش بناوهم بترخيص ولا بلا ترخيص؟ ومدخلين لهم الماء، شكون عطاهم الماء؟ شكون عطاهم الضوء؟ وشكون واش بناو؟ ونورمالمون السلطه المحليه اللي القياد، لان هو عنده دابا طبق المشروع قانون التعمير 66/12 عنده هو والباشا الصفه الضبطيه، خص يضبط المخالفات ديال التعمير، ما كيديروش محاضر، كيديروا محاضر غير الناس اللي تصادق.